محمد الشوهري رئيس منطقة الحرس الوطني بالمحمدية. والله من المؤسف اليوم حوالي الساعة 1:15 صباحا جد معناتها انفجرت عبوة ناسفة تقليدية الصنع على دورية راكبة في الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين المحمدية وجهة زغوان ولاية زغوان على مقرب من مفترق الحناية. علاش نقول لكم مفترق الحناية؟ خاطر المفترق هذا عندنا فيه دوريات عاملة معناتها ال 24 ساعة على 24 ساعة، والسيارات معناتها براتيكمون في على كامل اليوم معناتها يتحولوا للمفترق هذا باش يطلوا على زملائهم ولا باش يعملوا دوريات لصالح الأمن العام. عاد بالنسبة للجونات اختاروا التوقيت هذا وشهر رمضان الفضيل اللي كونوا الحركة متاع حركة السير بريسك تنعدم، أنت تولي قليلة حركة السير قليلة مش منعدمة ما قليلة، واختاروا البلاصة هذه. فما هذه محطة متاع نهاية محطة نهاية الحافلات، معناتها محطة الحافلات الخط 24. بالنسبة للبلاصة هذه فما شجرة وحدها ما فماش بناء بعدها اشجار اخرين، اختاروها كبوان دو ريبير، حطوا تحتها العبوه الناسفه هذه اللي يستعمل معناتها يضغطوا معناتها على فما عندهم اباري يضغطوا عليها باش يفجروها عن بعد. ولما قدمت السياره الاداريه نتاعنا معناتها بنت لهم في الطريق خلاوها حتى اللي وصلت على مستوى الشجره وضغطوا على زر من عندهم هما فانفجرت العبوه هذه. كي انفجرت العبوه من الطاف الله كوني انفجرت معناتها في الاتجاه المعاكس مش في اتجاه السياره الاداريه، والحمد لله يا ربي نطمنوا الناس ونطمنوا المواطنين، نطمنوهم اللي كونوا معناتها ما صارتش اضرار بشريه او اضرار ماديه، والحمد لله يا ربي وكان هذاك قضاء الله وكهو. اتصلنا بال النيابة العمومية اللي معناتها فتحت بحث تحقيقي في الموضوع. الموضوع مشى أخذ منحة معناتها قضائي، القضاء معناتها باش يقول كلمته فيه. احنا تو نحوصلوا نلموا في الليزانديس حول الموضوع، شكون ينجم يكون وراء هذه العملية، كيفاش، شنو اللي عندنا، شنو هي المعطيات اللي تنجم تفيدنا. بو هذه أمور سرية معناتها داخل البحث، إن شاء الله في القريب العاجل نمدوكم نوضحوا لكم الامر ونمدوكم التفاصيل فيه. توا هذه الحادثه الثانيه بالنسبه للحرس الوطني. الحادثه الاولى وقعت في جهه حلق الواد، استهدفت مركز الارشاد البحري بحلق الواد. الحادثه الثانيه هذه استهدفت دوريه معناتها في الطريق معناتها تابعه لمنطقه الحرس الوطني بالمحمديه. الاستهدافات هذه معناتها قد تتكرر، مش باش نقول لك هذا هو التو اللي عندنا. والله الدورية هي براتيكمون 3 أشخاص، سائق وزوز مرافق وعاون معه، متجهزين كامل تجهيزاتهم معناتها ديما يخرجوا الدوريات نتاعنا مجهزين من الماء، لكن هذه العملية بغتتهم ومن ألطاف الله معناتها ما صارتش ديديغا فيها يعني.